اهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا مره اخرى على راديو 36. في هذه الحلقه استضفنا السي محمد اوزين التباتا. مرحبا بك سيد اوزين. شكرا جزيلا وتحيه لكاع مستمعي راديو 36. بخلاصه وبدون مقدمات كيف العاده هذا العام يمكن وليتي وزير الفلاحه بلا ما تعلمنا. سي اوزين ترى معروفه عليك كتغفل. علاش اخويا؟ بنت لك زرع مطيشه؟ لا ولكن غاتا انت زرعتي الشعر كيبان ليا صافي من هذه الكيراتين ودير لنا اللايف والسطوريات في البرلمان صافي هادشي اللي بقى. اسيدي ندير الشعر ندير لي لونتي انا كاع فين كاين المشكل؟ ياك راسي هذا ندير فيه اللي بغيت. لا هو راسك هذا دير فيه اللي بغيتي غير هاد راسك ما خصوش يدير اللي بغى. الحمد لله راسي داير خدمته وعارف اش كندير. وحتى الطبيب ديال الشعر قبل ما نزرع قال لي انت راسك قاصح يصدقوا فيه كاع الالوان والاشكال ديال الشعر. حنا عارفين راسك قاصح من شحال هادي يا سي اوزين ما قلنا والو على الزراعه غير اللي بغينا نعرفو كيفاش زرعتي الشعر في راسك صدق وزرعتي الغازو في التيران ما صدقش. السبب واضح حيت ما صبش الشتاء وزيادة على هذا ماشي انا اللي زرعته بيدي. انا ديك الساعة كنت غير وزير غير قلت لهم شنو يديروا داروا داك الشيء ما صدقش. بنتي ليا بحالي كتضحك علينا سي اوزين. الناس راه مازال ما عرفوش كون ما صدقش واش الغازو ولا انت. على العموم انا واحد لابيل على المباشر من سيبتك العزيزة السياسية الكبيرة السيدة حليمة العسالي. تفضلي. الو الو ولدي اوزي. خالتي حليمة لاباس عليك؟ ايوا انا راضي عليك وليدي راك وليتي اسم على مسمى وزين الزين. صيفطت لي بنتي تصاور في الواتساب جاك داكشي غزال ملي كبر صبغو. شكرا نسيبتي العزيزة تانتي راكي غزالة كون ما كنتي نسيبتي كون تزوجنا والله. يخليك ليلي ايوا دابا دير عقلك. سمعت بان الدريات ديال البرلمان كاملين عجبتيهم انت راك عارف بنتي راه كتخير. ما تخافيش اخالتي حليمة ويلي. قول لي يا ولدي هاد السونتر اللي زرعتي فيه ديال تركيا ياك؟ ايه صراحة يا ولدي باغا نمشي ليه كيديروا حتى البوتوكس ياك؟ خالتي رحنا في الراديو وبغيتي تزيدي البوتوكس على الكراطة ولا شنو؟ اولي نسيت. بسلامة بسلامة ملي تخرج عيط ليا. والله الا هاد نسيبتك برافو عليها مشجعاك على الزمان. بانت ليا هي اللي عطاتهم الكراطه النهار في زق الغازو. لا وبالمناسبه باش يعرف الشعب المغربي هذيك الكراطه جبتها من داري شاريها بفلوسي داكشي في سبيل الوطن ما يهمش. شكرا جزيلا على العطاء ديالك في مجال الله عطاء. معنا مكالمه هاتفيه من السي دريس جطو. الو تفضل نعمس. الو سي اوزين صافا عليك. الحمد لله نعمس نهار كبير هذا. الله يكبر بيك. قول لي الا ممكن لادريسة ديال السونتر اللي زرعتي فيه الشعر راني بغيت نموضي فيه هاد الجبهة. ولكن السي جطو الجبهة راه كنحتاجوها في السياسة غادي تضيع الموهبة ديالك. ما تدخلش معايا في التفاصيل. واش انا حاسبتك على منين جبتي الفلوس اللي زرعتي بها الشعر؟ لا ايوا انا ميكت عليك دابا عطيني لادريسة. واخا سي جطو انا غادي نصيفطها لك في الواتساب وملي توصل قول لهم صيفطني سي اوزين. انت الى جاب الله وكنتي داير الزراعه من ميزانيه الوزاره بلا ما تردها غير قول ليهم صيفطني السي جطو. ما عندي ما يتسالكم كل واحد فيكم كيدي جطو. سي اوزين شكرا جزيلا على الوقت اللي عطيناك عفوا اللي عطيتينا. شنو تبغي تقول ككلمه اخيره للشعب المغربي؟ كنبغي نقول لهم عيد مبارك سعيد لكاع الشعب المغربي وكنبغي نقول لهم اللي عنده شي مسؤوليه ينسى هضره الناس ويخدم على الهدف السياسي النبيل يعني يخدم على راسه كما درت انا.